السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي. شكرا لكم بزاف على التعليقات ديالكم والتشجيعات ديالكم والكلام الزوين ديالكم، في حقي كنشكركم بزاف بزاف بزاف. ما كراش نذكركم وحده 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 وحده، ولكن لائحة طويلة جدا. اذا كنشكركم بزاف البنات. وبالنسبه للناس الجداد اللي اول مره كتدخلوا القناة ديالي، ما تنساوش ديروا لي اشتراك وتفعلوا الجرس، ومرحبا بكم في القناة ديالي، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم باذن الله. البنات اليوم جبت لكم واحد الماسك اللي هو صراحه معتمد هو عندي ومزيان، الفعاليه ديالو واعره، الروعه روعه روعه بالنسبه للبشره اللي كتكون تسخسخات وكتعاني من مشاكل بحال البقع الداكنه ولا بقع تاع الحبوب ولا حتى ديك التجاعيد الرقيقه اللي كتكون تحت العينين. هاد الماسك هذا زوين 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 بزاف، وان شاء الله نتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. غندوزو ديريكت ونهضروا على المكونات ديالو. بالنسبه للماسك ديالي اليوم، الماده الرئيسيه اللي فيه هو زيت العفو الدقيق تاع الزرع. الدقيق ديال الزرع كيأخر لينا الشيخوخه، لانه فيه بزاف ديال المعادن كالكالسيوم والحديد والزنك، وهاد المعادن هذه عندها دور كبير في تاخير ظهور التجاعيد، كيأخر لنا ظهور التجاعيد وظهور البقع الداكنه، وكيساعد بزاف على التغذيه ديال البشره البنات، وكيرطبها وكينظف البشره مزيان مزيان مزيان، وكيقلل من ظهور حب الشباب بالنسبه للمراهقين اللي الاغلبيه كاين بزاف كيظهر فيهم حبوب ديال الشباب وكيخسروا ليهم وجههم. اذا كنصحكم بدقيق الزرع، وانا غنعطيكم الطريقه اللي كنديرها انايا، اللي هي يا طريقه صراحه زوينه غزاله وعطاتني نتائج، لانني حتى انا واحد الفتره من فترات حياتي البشره ديالي تسخسخات. ما نعاودش لكم كي كانت حالتها 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 حالتها، وهاد الماسكات اللي كنعطيكم هما الماسكات اللي درتهم من بعد ما حسيت راسي فرطت في البشره ديالي وليت حالتي حاله بالنسبه للبشره ديالي. ودابا الحمد لله مع هاد الماسكات اللي كندير، وغادي نشارك معكم هاد الماسك هذا اللي هو واعر. كما قلت لكم كيتكون من دقيق تاع الزرع، ما عرفتش علاش كنقول الزيت، المهم دقيق ديال الزرع البنات، ضروري يكون ديال الزرع، من الاحسن ديال الزرع، لان كما قلت لكم كما سبقت وقلت لكم راه عنده فيه مكونات كبيره 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 بزاف، ومفيد مفيد مفيد للبشره. وكيف العاده ما كيخطانيش المطحون تاع الحمص البنات، المطحون ديال الحمص صراحه روعه زوين حتى هو، عنده مفعول اللي هو يقوي قوي على البشره وتا البشره اللي تسخسخات. وهذا الشيء كله البنات، يعني كاينين غير جوج مكونين، وهذا الشيء كله كنخلطوا البنات بحليب ديال الدراري الصغار. علاش كنخلطوا بالحليب ديال الدراري الصغار وما كنخلطوش بالحليب الاخر؟ ممكن تخلطوا بالحليب العادي الا عندكم الحليب العادي البنات، ولكن كنفضل الحليب ديال الدراري الصغار، اما بودره واما حليب عادي. الا كان عندكم بودره زيدوا عليه الماء، ولا كان عندكم بحالي انايا جاري حليب جاري ديريكتوم وخلطوا به، ما عندكمش ديروا الحليب العادي حتى هو راه مزيان. ومن الاحسن يكون هذاك الحليب اللي كامل الدسم، علاش؟ لانه ما محيدينش منه بزاف ديال الفيتامينات ديالو والكالسيوم وداكشي، محيدينش منه كلشي يعني باقي كامل الدسم. بالنسبه لهذا الحليب هذا ديال الدراري الصغار، علاش؟ لانه غني بالفاخ الحديد والزنك، وغني بالاوميغا 3 صراحه، والكالسيوم وفيتامينات فيه بزاف، يعني غادي تغذي ليا البشره ديالي. هاد نص ساعه هذه اللي غندير فيها هاد الماسك هذا غادي تغذي ليا البشره ديالي بهذا الحليب وبالزرع وبالحمص، غادي تغذى من داكشي الرفيع. فوالا البنات، غندوز ديريكت معكم نخلط الوصفه. هاد الوصفه هذه البنات حاولوا ما امكن ديروها لعناقكم وجهكم في نفس الوقت، انا غنديرها غير لوجهي اليوم باش غير حتى نجربها معاكم. المهم درت معلقه كبيره هنايا تاع دقيق الزرع، وغنزيد عليها غير معلقه صغيره تاع دقيق الحمص، مطحون الحمص مطحون البنات. الحمص راه ممكن تهرمشوا شويه بالمهراس ومن بعد ديروه في مولاكس باش ما يهرسهاش ليكم.
يعني الطحانة، وكنزيد عليه الحليب ديال الدراري الصغار. هذا الحليب ديال الولد عنده 10 شهور هكاك، وكنخلطوا البنات. من الاحسن الخليط ديالنا يكون شويه خاطر البنات، ما يكونش جاري، يكون خاطر من الاحسن. هاهو كي جاء البنات، شتو الريحه ديال الزرع عاطيه. هاهو كي جاء، ديروا على هذا الشكل البنات، ما يكونش جاري، من الاحسن يكون عاقد شويه. وانايا غادي ندوز معاكم سميتو، نديروا وجهي. وكما قلت لكم غادي تحاولوا تخليوه 10، سمحوا لي، غادي تخليوه نص ساعه. بقاو معايا البنات، ندير شي حاجه عليا وندير الماسك. هاني زقيت الشعر وغادي نبدا نديرو البنات. انا راه ما دايره والو نهائيا، وريكم راه ما دايره لا فون دو تان لا والو. والو ما دايره حتى شي حاجه للبشره ديالي البنات، باش غير تشوفوا قدامكم. وراه ماشي مشكل ديروه تحت العين البنات، راه مفيد حتى للهالات السوداء اللي عندهم تحت العين اسود. كنحاول نديرها الوجه ديالي كامل. وكما قلت لكم البنات، غير ديروها تحت العين، ما تخافوا من والو، ان شاء الله ما يدير والو. ديما كنديرو تحت العين ما كيدير والو، انا ما عنديش الهالات السوداء نهائيا، ما تخافوش منه. ممكن ديرو هنايا، هنا تاني مزيان. العنق مزيان، انا ما درتش العنق، ما البنات ننصحكم ديروا العناقكم وتاليدياتكم، تاليدين راه صراحه صالح لكاع المناطق، يعني تاليدين ممكن ديروها ليهم اللي بغيتو، راه صراحه روعه روعه روعه. ولا البنات انا غادي نمشي نسترخى واحد شويه ونخليه واحد نص ساعه هكاك، من احسن نص ساعه، ونجي نكمل معاكم. يلا بقاو معايا ما تمشيوش بعيده. هاني البنات رجعت ليكم، خليته نص ساعه بالضبط البنات. مهم على الاقل خليه نص ساعه مزيان باش يشرب وجهكم ويعطي كاع هذوك الفيتامينات وداكشي اللي فيه، يعطيها للوجه ديالكم وتغذى البشره ديالكم. هاني البنات جيت معاكم دابا غادي نحيدو. مهم البنات بقاو معايا.
هم الاحسن ديرو الماء يكون يكون دافئ، البنات ما يكونش حامي. انا البنات غسلت الوجه ديالي، هو صعيب شويه باش يتحيد من الوجه، حاولوا ما امكن ديروا غير الماء يكون غير دافي واحد شويه، ما يكونش سخون بزاف، ما مليحش، ما مزيانش الماء السخون بزاف للبشره. هاني البنات كملت الوصفه ديالي، صراحه ما قدرش نهضر حتىش، المهم كيلصق بزاف. ودابا اخر مرحله هو ديري كريم ترطيب، ضروري من بعد اي وصفه ولا من بعد اي خلطه للبشره ضروري من كريم ترطيب. البنات انا غندير الكريم ترطيب ديالي فوالا البنات، كريم الترطيب دلكو على هذا الشكل. اي كريم يكون عندكم غير يكون طبيعي، ما تكونش فيه المواد الحافظه. صراحه البنات البشره كتستافد بزاف 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 من هاد الماسك اللي درت لكم، غير جربوها وان شاء الله غادي تغير البشره ديالكم للاحسن الاحسن ان شاء الله. وشكرا شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم، ونتشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. الف سلام عليكم.